وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. واليوم ببرنامجنا مثل كل نهار اربعة بنتلقى طلبات المساعدات، طلب مساعدات، وبتمنى دائما من كل اصحاب الايادي البيضاء والمحسنين انهم ما يقصروا، لانه نحن بعدنا بظرف استثنائي، بعدنا بتحديات كبيرة عم طبعا بتواجه الناس يلي صارت تحت خط الفقر، وبالتالي هاللفتة الإنسانية كتير كتير مهمة. بداية رح نبلش بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، وفد اليوم من نقابة أصحاب المخابز والأفران بلبنان برئاسة نائبين ناصر سرور وزكريا محمد عربي القدسي، داولوا اليوم مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي بالأوضاع الصحية والاجتماعية، خصوصا بظل الأزمة اللي بتعصف بالبلد من سنة 2019. والمجتمعين توقفوا عن ضرورة إعادة النظر بالتعرفة المطلقة يعني المطبقة على الأفران بظل انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وتم التوافق على اعتماد مبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية عن كل طن طحين بدلا من 25,000 ليرة لبنانية المعتمدة حاليا، وضرورة إعلام أصحاب المخابز والأفران بهذه المستجدات نظرا وخاصة على صعيد الإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير. وطبعا المجتمعين حكيوا كمان بزيادة التقديمات الصحية والعائلية وتعويضات نهاية الخدمة للمستفيدين من تقديمات الصندوق، وخاصة عمال المخابز والأفران، وضرورة أن يعود الضمان يلعب دوره كصمام أمان اجتماعي بلبنان. من المسؤول؟ هالمرة من المخابز إلى موضوع القمح مع رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، يلي امبارح كان له موقف بموضوع آلية استلام القمح ورفضها بسبب واعتبرها كارثية. نقيب يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يقويك ست ربيكا، يعطيك ألف عافية. يعني هالمزارع بينطر هالمحصول حتى يعودوا له عليه تيقدر يكمل كمان يرجع يزرع من جديد، ونحن قديه نحن بحاجه اليوم خصوصا لزراعه القمح حتى نقدر الى حد ما نخفف من فاتوره الاستيراد، ولكن الظاهر انه اليه الاستلام بعد ما انتظمت ورافضينا معتبرينها كارثيه. على شو الاليه معتمده ترفضتوها؟ ما اولا بدي اقول لك شغله صلاح، انه هني ما عم يدعمونا بالقمح، يعني لهم من سنه 2018 لغايه اليوم ما في شيء اسمه دعم قمح او زراعه القمح او تقصير بدار القمح او اي شيء بفوت بشيء اسمه دعم قمح. لا بالعكس، يعني انه صار حظ المزارع السيء انه القمح هو السلعه الوحيده يلي بعدها مدعومين بكل الاشياء، يعني بعدها القمح وشويه الدواء. القمح لانه مدعوم معناتها قتلنا مزارع القمح قتل، وما عم خليه يعرف يشتغل وما عم خليه يزرع قمح. طلعت الصرخه من سنتين وهيك انه قوموا زرعوا قمح واصلوا قمح، ورأوا لانه البلد بدها قمح، عيب انه نستورد نحن 600,000 طن قمح وما ننتج نحن اكثر من 10% من هالكميه. فعلا على المزارع لبى النداء وقام زرع قمح ووسع ارض القمح على اساس السنه الماضيه انبيعت باسعار مقبوله. الدنيا هيدي متفاجئة انه عندنا 60,000 طن قمح حقهم اكثر من 20 مليون دولار، مش عارفين لو بدنا نبيعهم، لا في النا حق نصدرون ولا نحن اصلا حابين نصدرون، ولا الدوله اذا بدك فعليا فعليا بدها تستلم القمح، لانه هي طلعت بالون كبير انه بدنا نشتري القمح، بدنا نستلم القمح وروحوا قدموا طلبات وروحوا قدموا، بس طريقه الاليه يلي حطتها كلها غلط، ما في نفذها المزارع، ولا لو بده يكب القمح للنملات ما في نفذها. لا شو هي الآلية؟ لأنه هيدي الآلية بتقول على المزارع تحميل القمح تبعه وتوديته على المطاحن
وروحي حاسي بمصرف لبنان على الصيرفي، وما أدراك مصرف لبنان وتجربة المزارع مع مصرف لبنان مع صيرفة يعني. بعدين إيه رح يحتسبوا صيرفة كمان يعني مبلغ ما بدك يعني. تعرفي مين مصرف لبنان بك تحكي لنا دعم لهلأ مين من يوم أيام الدعم بمصرف لبنان بعد ما نقبضش من سنة 2018 إدال ما دفعت لنا من مصرف لبنان من سنة 2018 في حق قمح ما ندفع بمصرف لبنان الدعم اللي كان عم يدفعه للعالم لأنه المزارع معتر ومشحر أكل حقه مصرف لبنان ما قدم له الدعم واشتريه وما أنه أمن كل مصرياته بالبنك ومصرف لبنان ما حاسبه لأنه عطول المزارع هو رجل مغلوب على أمره عنه يعني حاليا انه المزارع بده يحمل ابحاته وياخذهم على بيروت استلمهم المطحنه ما استلمهم رجعهم حط $20 على كل طن وبده يسلمهم $270 وخصم ما بعرف قد ايه وخصم ما بعرف قد ايه وروح يقبض حقهم من المقبره من مصرف لبنان هودي الجماعه اللي مش معروف مين رئيسهم ومين كعبهم ومين وين اولهم وين اخرهم يعني مثل كانه فقعوا بالون بهالهواء رموا شنو المسؤوليه عن حالهم والاحياء الدولي اخذ قرار للسلام القمح كنا عارفين هذا القرار ما بيتنفذ ولا يمكن المزارع انه يروح يقبل يسلم قمحاته للمطاحن ويروح يقبض حقه من مصرف لبنان الشيء الصح انه المزارع بيسلم حقه سلم القمحات للمطاحن مفروض المطاحن تدفع له حق القمح وهي بيفتحوا فيهم اعتماد من الارض اللي عم يدفعوا فيه واللي عم يتمصرفوا فيه يعتبروا القمح اللبناني هذا قمح جاي من اوكرانيا او من روسيا او من استراليا او من وين من اخر الدنيا يدفعوا لنا حقه مثل ما يدفعوا حقه برا يعني والسعر اللي عم يجيبوه من برا نحن مش قوات انه نقول عم نصرخ بدنا نصدر القمح نحن بنقول القمح اللبناني لازم ياكل شعب اللبناني برايك نائب قد ايه لازم ينباع يعني انتم عم بتقولوا قد ايه لازم ينباع القمح قد ايه لازم حتى المزارع اقل شيء اذا ما بدهم يدعمونا يعطوه كلفته للمزارع يعطوه ياخذوا منه ب $350 بالطول قديش عم يستوردوا؟ $450 ب $440 مشان هيك على هذا الاساس زرع المزارع سنه بدهم ياخذوا منه ب 270 شيلي منهم $20 نقل وتحميل صبح $250 هذا عيب خصوصا ما بجيب له نص كلفته للفلاح نص الكلفه تبعه ما بجيب له اياه خصوصا انه بدهم يشتروا قمح ب $350 يدفعوا حقه نقدي للمزارع والمطاحن هي تقوم بدفعها بدهم هلا الله لا يحيجنا ونقول الله لا يعيزهم انه ينحكموا حكم ويجوا يصيروا بدهم يترجوا ليشتروا القمح، نحن عم نقول لهم اشتروه بكرامه، هلا القمح في ازمه قمح عالميه، اشتروه بكرامتكم هذا اللي عم بقوله للمطاحن بدك تستورد 100 طن قمح، عمل معروف خد 10 طن قمح بلدي معاهم، كل ما بدك تستورد 1000 طن خد 100 طن بلدي معاهم، هذا اللي عم نطلبه مش عم نقول شيء ما بدنا شيء لا آلية ولا بدهم يخترعوا البارود ولا بدهم يزوروا المريخ بدهم يقولوا للمطاحن كل ما بدك تستورد طن قمح من برا عمال معروف اشتري قمح بلدي 10% من قيمة الكمية اللي بدك تستوردها على كل حال كلها هو سوى القصة نعم خصوصا النقيب انه اليوم عم نسمع انه في ازمة قمح عالمية ولما يكون في ازمة عالمية يعني راح تنعكس علينا على الاستيراد القمح والكميات أكيد كل العالم أخذت احتياطاتها والقمح زاد سعره 12% عالميا ولقدام بده يزيد وبده يزيد وهذه حرب الله يقدرها وتخلص وتنتهي المأساة على العالم كلها سوا يا رب بس ولكن ميني إنه عم تستعر أكثر وعم تقوى أكثر والضرب عم يصير على المخازن وعم يصير على لأنه هلا القمحات وينه لأنه هلا الحصاد انعمل هلا القمح وين ما محطوط القمح هلا القمح كله بالمخازن كله معبى يعني هيدا يعني والمزارع عم يتطلع عليه قدام عيننا $20 مليون ما انا قادرين نوصلهم ما انا بنتفرج عليهم فرجه والعالم بلا اكل عالم بلا اكل انتم عم تروحوا تدفعوا على القمح تتسولوه تسول من برا وتدفع حقه نقدي قبل ما تحملوه كيفك شو معناتها نحن تتركوا لنا قمحنا بالمستودعات عيب هذا ما بينطاق نحن وجهنا الكتاب لدولة الرئيس مياطي انه يا خي اسمعنا شعنا ما بدك تجتمع فينا بس اسمعنا حرام عليكم تعملوا هذا الظلم فينا هذا حرام هذا ظلم ما بعده ظلم لا بتخليون التجار يجوا يشترون ويصدرون ولا انتم بدكم تسلمون مثل العالم والناس اذا بدك تاخذون انتم يعني تكسروا ايدكم وتشحدوا عليها وبتفكركم انه المزارع يساعدكم
ما قادر المدير حتى نقيب كمان يعني هالكميات هلا يلي هي بالمخازن كمان مع هالحر هيدا اللي صاير يعني هيدي لما القمح بينوضع بمخازن يعني في شروط سلامه القمح يعني كمان لما يسوس ما هيك يعني كمان هيدي في كلفه هيدي في كلفه اضافيه يعني بتربيك انا طمني كاني وطمن كل عم يسمعونا قمحنا بعده فريش الحمد لله بعده طازه ومن اجود انواع القمح هيدي السنه طبيخ الحمد من اجود ما خلق ربنا من القمح فما عندهم حجه انه يقول لك كاني ولا باني ولا دفين طيب يعني انتم تعالوا اشتروا القمحات تعالوا اشتروا القمحات واعطوا لنا المطاعم خليه يطحنوه يطحنوه خليها يضل يعني مع شويه كرامه عند المزارع يعرف انه والله دولته عماله تسال عنه، ما بدنا تسالوا عنا على المنابر، ولا بدنا بالكلمات الرنانه والخطابات اللي خود وجايب ومال، هودي لا بيسمنوا ولا بيزد يعني نقيب هلا انتم بانتظار الرد على كتابكم يلي وجهتوه لدوله الرئيس مئاتي. نعم. صار في تواصل وهذا موقف كل اهل البقاع وموقف كل المزارعين القمح في البقاع. طيب وشو موقف وزير الاقتصاد؟ ما حدا عم يعملكم طلبات، انا بقول له هاي الطلبات اللي طلبتوها ما حدا عدمكم ولا طلب لانه مش مقتنع بالآلية، مش مقتنع بعملكم، مش مقتنع بشغلكم، كل شغلكم يلي عم تشتغلوه. ايه على كل حال في بعض المزارعين راحوا تيقدموا طلبات كانت مقفله يعني المراكز. ما كمان 100% لانه هني مش مصدقين انه في حدا رح يروح يقدم طلب. هني مش مصدقين انه حدا رح يروح يقدم طلب، اصلا طلعوا لغم هيك وزبطوا فلو وقالوا انه يلا هو المزارع بكره بيبيعهم للمهربات يا بيبيعهم علف للحيوانات، مش عارفين انه بدها تطلع هاي الازمه القمح تعمل لهم هالمشكله هيدا. يعني اليوم قبل بكره مفروض انه يتخذ قرار باعاده النظر بالرسم حتى نقدر نستفيد من هالقمح اللبناني يلي بعده فريش يلي نوعيته جيده ويلي نحن قدر الامكان عم بدنا دائما نشجع حتى نبلش يصير عندنا اكتفاء تنخفف الفاتوره الفريش من برا نبعت الفريش لبرا وبالوقت ذاته لانه في ازمه عالميه يعني هيدي ما نعم هي كمان انا بعيد عن اللي عم تتفضلي فيه وعم تحكي فيه نعم انه مزارع القمح بصير عنده اطمئنان وهيدي قاعده عامه حتى يقدر كمان الموسم الاقتصاد. نعم هي نصيحه لوزير الاقتصاد انا بقول له اياها على طول خلي المطاحن تشتري القمح حكيت معه للوزير سلام بدها تستورد 100 طن قمح بدها تاخذ 10 طن قمح بلدي حكيت عندنا الانتاج تبعنا 1/10 من قيمه الحاجه تبعنا حكيت مع وزير الاقتصاد امين سلام يا خي ما بيواجه حدا قال ما عنده الحال ما بيواجه حدا يعني اذا شو بدها اذا مجلس وزراء بده يجتمع نهار الخميس شو بدها انه يتخذ حل كمجلس وزراء بدنا نقول له خذوا قرار واحسموا امركم يا اما اسمحوا للعالم تصدر هالقمح وودوه على بلاد ما فيها بيت ومع انه نحن بنفضل ياكل القمح تبعنا الشعب اللبناني والقمح يضل بلبنان او انه اوعزوا للمطاحن روحوا استوردوا هالقمح اشتروا هالقمح من المزارعين كل ما بدك تستورد 100 طن اشتري 10 طن بلدي ما بيني انا بدي اشكرك وان شاء الله هالحلول اللي عم تعطيها ويعني نحن يعني بالنتيجه يعني قمح بلدك شو بيقولوا زوين بلدك القمح السليم نحن بدنا قمح بلدك نعم 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 قمح بلدنا وقمح وطننا وقمح ارضنا الغالي وقمح المزارع اللبناني والقمح اللي هذا المزارع اللي هو بيزرع القمح صخره من دون مكسب من دون ربح من دون ما يحط ارباح هلا ميزه بتسعروا لنا اياه ب 350 دولار يا دوب جيب كلفته للقمح على كل حال نحن علينا انه القينا الضوء على الموضوع وصارت الكره بملعب الوزاره يعني الحكومه ووزاره الاقتصاد اهلا وسهلا المحطه الكريمه اللي بتعطينا هالفرصه لحتى نحكي كلمه الحق نقولها والحمد لله انه عم توصل كل العالم عم تسمعها وكل العالم عم تقتنع فيها المهم انه المعنيين المسؤولين هن يقتنعوا وياخذوا قرارات سريعه صعب شوي ان شاء الله خير اهلا وسهلا فيك فاصل وبنتابع منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع المتابعات على 04444444 الو
ألو ألو، ما في حدا على الخط؟ ألو، إيه تفضلي مدام. يا حبيبي كيفك؟ الحمد لله. أنا كنت حكي مع المدام، طلبي منكم مساعدة إذا تقدروا تساعدوني. إيه شو نوع المساعدة مدام؟ حبيبتي أنا طلع لي كتل وورم على أوتار الصوتية. نعم. عملت أول عملية، وعندي هلا تاني عملية، ما عم بقدر لا اتصور بيت سكان ولا اعمل فحوصات ولا اعمل شيء. وما عندك لا ضمان ولا عندك اسيرانس ولا شيء؟ ما عندي الا رحمة الله. ما رح نكتر عليك حكي، يعني ما رح نتعبك. رقمك على الشاشة، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله هيك بيصير في مساعدة. بأي مستشفى رح تعمل العملية؟ يمكن قطع الخط. رقمها لست على الشاشة، هي بحاجة لمساعدة لتعمل عملية تانية عندها ورم بالأوتار الصوتية، وما حبينا ناخد تفاصيل أكتر لأنه حتى ما نتعب لها صوتها. كمان اتصال. ألو ألو. نعم أنا بدي لك. نعم شو عندك؟ أنا عندي طفل عنده عملية لخلايا دماغ، كلفوا 10,000 دولار، وبنحوجي العملية هم الفكري، وبنحوجي لكشع كهرباء 2,500 دولار. اف يعني انت بحال. نعم نحن تسع اشخاص بالبيت وما في غير احمد الله يعني. اف ما حدا عم بيساعدكم؟ ما في حدا عم يساعدنا ابدا. رقمك على الشاشه كمان، يلا ان شاء الله خير ان شاء الله. كمان اتصال. الو كانوا. مرحبا. ايه مرحبا مدام ربكة. نعم تسعدك. مشعل معلوف معك. اهلا بسو معلوف. وضع كثير صعب صراحه ميشيل. انا طلعت على وضعك، بعرف انه حضرتك ضرير ويعني بتقشع انجا 20% وعندك 3 بنات صبايا بعمر انه يدخلوا اربع اولاد، خلي لك اياهم، وقاعد يعني بعين الرمانه مثل ما عرفت باوضه صغيره على السطح، يعني مش بيت يعني اوضه حتى. صح. وعندك هلأ عمليات ما هيك؟ هذا اللي عرفته؟ عمليات لا ما إلي ولا عمليات لعيوني أبدا، لأنه عندي شبكات ضعيفة، عندي عمل فيه وفيها مي سوداء صراحة. ما رح تقدر تعملها؟ صعبة، لا ما في ولا أي حكيم بيقدر يعمل فيها. يعني أنت عم تطلب أول شيء أنه وضع البنات، يعني 4 أولاد معك بسطح على أوضة، أنه أقلوا إذا في حدا مثلا بتقدر تحط هالبنات بمعهد أو يقدر حدا يتبنى هالعائلة؟ أنا طلبت على بيت أرضي، وصراحة ما في، يعني أنا طالب سابع، يعني بيت عالي كثير وعندي أولاد صغار، يعني خطر عليهم. في خطر عليهم، يعني بدك يعني أنت إذا حدا بيأمن لك أجار بيت ثاني تتنقل حتى تقعدهم ببيت لايق بالولاد لأنه على السطح ما هيك؟ نعم واردة، بكون ممنونهم. هيدي الصراحة لأنه خطر على أولاد، عندي أولاد 7 سنين صغار توم. بتخاف يعني يوقعوا على السطح؟ بخاف أكيد أكيد، شيء أكيد، يعني أي بي وين بدي خاف على أولاده، يعني شيء أكيد طبيعي يعني هالقصة. شايف شي بيت قريب مطرح ما قاعد تقريبا قد ايه أجاره أو شيء؟ يعني هون مش تحت ال 200-300 دولار هون أجار البيت، أقل أوضة أوضة مطبخ خضار، يعني أحكيك الصراحة يعني. وين بسد البوشرية؟ لا بعين الرمانة، على قد صارت الغلا يعني فوق ال 200 دولار صارت أوضة ودار وهيك، يعني ما بقى مثل القديم مثل زمان. ميشيل لأقول لك شغلة، أول شيء رقمك على الشاشة، أنا بتمنى إنه إذا حدا بيقدر يساعدك، إذا بتلاقي البيت تاني أجاره، إذا حدا بيقدر يساعدك بالأجار أولاً تتحمي عائلتك، لأنه أولاد صغار وبتخاف، يعني هيدي مش طريقة قاعدين فيها على السطح بأوضة، وبنخاف يعني يقع شي ولد، وكونك ضرير كمان يعني مش رح تقدر أنت تكون العين الساهرة، تقدر تقشع شو عم بيصير، أنت بيكفي عم ترعاهم. رقمك على الشاشة، وإذا لقيت شي محل وعرفت رجع حكينا، بلكي بنشوف حدا بيقدر يساعدك، عرفت؟ أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو تفضلي مدام. يعطيك العافية. أهلا معك شريفة ذو الغنى. أهلا فيكي حبيبة قلبي. أنا عندي عملية كانسر بعيني بمستشفى حمود. نعم سمعتيني مدام؟ نعم سمعتك. ايه و
وما معي منه مصاري يعني لحتى اعملها. قديه بتكلف مدام؟ هلا هي بالجامعه شيء طالبين شيء 1500 دولار بالجامعه. وانت ما عندك لا تامين ولا عندك شيء؟ ولا شيء ما عندي ابدا ابدا. انا بقسى وقت لازم اعمل العمليه. ليكي رقمك على الشاشه كمان ان شاء الله. نعم. انه رقمك على الشاشه، رقمك حطيناه على الشاشه، حدا بيقدر يساعدك بيتواصل معك. وانا دائما هون بطلب من الجادين يلي هن جديين وقادرين يساعدوا لو بفلس الارمله، مش بالضروره بكابل مبلغ، ولكن بيجمعوا صدقوني بيجمعوا. كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا، انا صرت طالعه معك بالمره مرتين ثلاثه. انا عندي ابني عنده وضع خاص، وانا عم ناشد العالم الله يوفقه الله يسهله يساعدوني. بدي اعمل له زرع لابني، ما بقى بس وقت اتاخر عليه، هي اخر اسبوع لإله. ما حدا عم يقدر يساعدك مدام؟ ما حدا تواصل معك؟ ما حدا حكاكي؟ اتصل فيه شخصين. نقطع الخط. على كل حال هالست ضروري انه نقدر نساعدها لانه مشان ابنها. رقمها على الشاشه كمان. قطع الخط معه. كمان اتصال. الو. ايه بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ نشكر الله. تبارك، كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يخليكي ويتعليك بالامه. تفضل. بدي اقول لك عندي انا زلمه مريض. نعم. اجاري. انا زلمه. نعم. انا زلمه مريض. نعم. ما عم بقدر اشتغل. عرفت عليكي. نعم. عندي مشاكل، عندي مشاكل. نعم. عندي مشاكل بالراس، عندي كهرباء. عرفت علي فيه؟ انت مكسور، مكسور على اجار بيتي. قد ايه مكسور على اجار البيت؟ على شهرين. شهر قديش تدفع بالشهر؟ 500 دولار؟ 50 دولار. اه 50 دولار. دولار. وين بأي منطقة استاذ؟ عين الرمانة. عين الرمانة. يلا ان شاء الله الخمسين دولار يعني بتتأمن ان شاء الله هيك اذا حدا بيساعدك، ولانه باربعة اشهر يعني هيك بتكون امنت على القليلة على شهرين زيادة كمان. رقمك على الشاشة، اهلا وسهلا فيك. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني مثل ما في ناس هيك بتسمع قضايا الناس وبتحاول انها تساعدها حتى تقدر تكمل حياتها بكرامتها، كمان في جمعيات هي كمان عم بتساهم، مثل ما مشروع مخبز الأمل الخيري يلي للمرحلة الرابعة بشمال لبنان عم بيوزع يوميا 25 ألف ربطة خبز لعائلات قاعدة بمحافظة عكار والمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء. يعني كمان مش بس مجموعات عم بتساعد، كمان جمعيات، وهيدا كله مشكور. وقديش منقدر نحط ايدنا بايد بعضنا بهذه الظروف حتى ما نترك حدا، لا مريض بدون طبابة ولا بدون استشفاء، ولا أولاد بدون أكل، ولا حتى يكونوا قاعدين ببيوت على القليل ما يكون في خطر على حياتهم. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.